علامة على إن كلنا قادرين إن إحنا بنمارس استحقاقاتنا الدستورية والديمقراطية بصورة كبيرة جدا. إحنا كحكومة الحقيقة كل دورنا إن إحنا يعني نوفر كل السبل لإراحة المواطنين والتأثير عليهم في الإدلاء بأصواتهم. الموضوع كله بنقدم كل الخدمات اللوجستية والأمنية وكل شيء عشان يقدر المواطن الحرية هو إن شاء الله يؤدي صوته، وتبقى إن شاء الله هذه الممارسة رسالة أخرى للعالم كله على استقرار المناخ السياسي والديمقراطي. شكرا.